القصف الروسي تتسع دائرته ليشمل مناطق جديدة في أوكرانيا. الناتو يتهم روسيا بالسعي لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا ويستعد لمناورات ضخمة. مساعدات تصل اليوم إلى ماريوبل المحاصرة وصور للأقمار الصناعية تكشف عن دمار هائل. زيلنسكي يقول إن الحرب لن تنجح في تحويل أوكرانيا للنسخة التي تريدها موسكو. أهلا بكم إلى ساعة جديدة من تغطية العربية للحرب الروسية الأوكرانية. نقف أمام التطورات العسكرية والميدانية وأيضا التفاعلات السياسية. نبدأ بهذه العواجل التي وردت إلينا قبل قليل، حيث أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية أن ضربة جوية استهدفت قاعدة أوكرانية قرب الحدود مع بولندا. من جهة ثانية قالت الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة ليفيف أن 8 صواريخ استهدفت المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في أوكرانيا. في الأثناء رجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن تستخدم روسيا أسلحة كيماوية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا الإقدام على هذه الجريمة بخطوة خطيرة تمثل جريمة حرب. صحف ألمانية نقلت تصريحات ستولتنبرغ الذي بنى توقعاته على ما وصفه بالمزاعم والادعاءات الروسية الكاذبة بشأن معامل أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا، مضيفا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره. ورجح الأمين العام للناتو أن تجلب الأيام القادمة المزيد من الصعوبات على الشعب الأوكراني. وإلى ميدان الأحداث في كييف في أوكرانيا، ملخص لأهم الأحداث حول ما وصلت له الحرب في أوكرانيا من الجانب السياسي والعسكري، بالإضافة إلى القضايا الإنسانية من ميادين الأحداث. نبقى معكم وشبكة مراسلي العربية، ونبدأ بالزميل حذيفة عادل. يوميات الحرب الأوكرانية من العاصمة الأوكرانية كييف، أحييكم أنا حذيفة عادل. رئيس الوزراء الأوكراني يدعو المواطنين إلى العودة لأعمالهم في المناطق التي لا تشهد نشاطا عسكريا، ويناشد أصحاب الأعمال بمباشرة فتح الأعمال. للمرة الأولى منذ بداية الحرب القصف يطال دنيبرا بيتروفسك وإيفانا فرانكيسك. الممرات الإنسانية تنشط اليوم في ماريوبل متجهة إلى زاباروجا، ومن مقاطعة السومي إلى بلطافا، ومن محيط كييف إلى جيتومير وكييف، كما يتم إرسال المساعدات عن طريقها إلى المدن المتضررة من القصف. سيطرت القوات الروسية على الضواحي الشرقية لمدينة ماريوبل التي تكثف عملياتها العسكرية فيها، بالإضافة إلى سيفردينسك والعاصمة كييف. وزارة الدفاع الأوكرانية تتهم بوتين بالتحضير لعمل إرهابي كما وصفته في محطة تشيرنوبيل النووية، وتلفيق الأدلة لاتهام الجيش الأوكراني. مساعدات إنسانية تصل إلى أوكرانيا من كندا والمجر وبولندا وسويسرا، تشمل الأغطية والملابس والمطابخ المحمولة والمعدات الطبية والأدوية. صرح رئيس المخابرات العسكرية للجيش الأوكراني العميد كيرلو بودانوف أن كل أحلام الجيش الروسي بالاحتلال السريع لأوكرانيا تحطمت بسرعة كبيرة، وأفاد بأن 18 كتيبة تكتيكية من الجيش الروسي فقدت قدرتها القتالية بالكامل، و13 أخرى دمرت، وخلال أسبوعين فقدت 31 كتيبة قدرتها القتالية بالكامل. القوات الروسية تقصف مخزنا للمواد الغذائية في منطقة برافاري، وتقول أن الجيش يستخدمه مخزنا للذخيرة. على الجانب السياسي، نفت إسرائيل ادعاءات مسؤول أوكراني بأنها حضت كييف على قبول شروط اقترحتها موسكو، وأن رئيس الوزراء نفتالي بنت لم يعطي إملاءات للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ولا نية لديه للقيام بذلك وفقا لمسؤول إسرائيلي. حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية، قال المسؤول الأوكراني الذي لم تكشف هويته أن بنت حض زيلنسكي هاتفيا على القبول بموقف روسيا والاستسلام، بينما أكد مسؤول رفيع في مكتب بنت
بأن هذه التصريحات لا صحة لها، مضيفا أن أي اتفاق من هذا النوع لم يطرح في الأساس على إسرائيل، وأن محادثات بنت وزيلينسكي ركزت على سبل وقف القتال في أوكرانيا. وينضم إلينا من لفيف غرب أوكرانيا منسق خلية الأزمة العربية دكتور عماد أبو الرب. مرحبا بك دكتور عماد إلى تغطية العربية مجددا. دكتور، ما هي الأوضاع ميدانيا؟ هل يمكن أن تنقل لنا الصورة حيث توجد وهي مدينة مهمة، مدينة لفيف؟ تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين. حقيقة يبدو أن هناك أهداف جديدة أو هناك رسالة تريد أن توصلها روسيا لأوكرانيا وللعالم وخاصة أوروبا، لأن هذه المدن هي محاذية إلى أوروبا. الفيف هي بعيدة قرابة 60 كيلومتر عن حدود بولندا. اليوم تم قصف أهداف، للآن لم نتبين ما هي هذه الأقصاف، هذه الأماكن، ولكن أحدها مركز الأمن والسلم الدولي، أحد المراكز العاملة في مجال الأمن والسلام. أيضا تم قصف أهداف عسكرية في إيفان فرانكوفسك. بقية الأمور هي تراوحت بين زيادة التصعيد حول مدينة كييف. شهدنا بالأمس طوال الليل قصف مختلف، أغلبه في منطقة الجنوب وهي منطقة فاسيلكوف. فاسيلكوف قبل يوم تم قصف مخزن للوقود، وأيضا تم قصف مباني سكنية. في هذه المنطقة هناك أيضا قاعدة عسكرية تم قصفها صباح اليوم. هذه المنطقة تبعد عن كييف باتجاه الجنوب قرابة 20 كيلومتر، علما أنها منذ بدء الأزمة لم تقصف هذه المنطقة إلا مرتين تقريبا أو ثلاث مرات فقط، وكان التركيز على منطقة بريفاري التي أشرتم إليها في عدة تقارير نقلها مراسلكم، إضافة لإربين و بوتشي. دكتور عماد، من الملاحظ أن الهجمات الخاصة بالقصف الروسي منذ أيام تركز على مسألة المطارات، خاصة سواء كانت حربية أو مدنية. على ما يبدو هناك محاولة روسية لتعمد إيقاف الإمداد العسكري أو الإنساني إلى المدن الأوكرانية، هكذا نفهم؟ بالضبط. البداية الأولى كانت قصف المطارات العسكرية وتم إيقافها، ثم بدأ الغزو الروسي يستهدف المطارات المدنية. الجديد أنه بدأ يستهدف خلال الثلاث أيام الماضية المطارات المحاذية لأوروبا، لأنها شهدت فعلا نقل مساعدات غذائية وإنسانية وأدوية، وكان أبرز هذه المطارات مطار إيفان فرانكوفس ومطار الفيف. نعم، شكرا لك دكتور عماد أبو الرب على هذه المعلومات، ونحن سنبقى معك بالطبع لمتابعة التطورات في لفيف. نعود مرة أخرى إلى عدد من التطورات الميدانية. تشهد أطراف العاصمة كييف مواجهات متصاعدة بين الجيشين الروسي والأوكراني، وسط حديث عن حرب شوارع تقترب شيئا فشيئا من العاصمة كييف، حيث سمعت صفارات الإنذار في كييف ومدن أوكرانية أخرى. وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إجلاء أكثر من 12700 مواطن أوكراني بنجاح من المدن المحاصرة يوم السبت. كما أعلن زيلينسكي عن أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم مساعدات إنسانية لمدينة ماريوبل المحاصرة، معربا عن امتنانه للدعم الدولي المقدم لكييف، ومناشدا في الوقت ذاته الحلفاء بتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا. وأكد الرئيس الأوكراني أن ما وصفه بالشر الذي يستهدف المدن السلمية عمدا في إشارة لروسيا لن يتوقف عند دولة واحدة، وتعهد زيلينسكي بتقديم مسؤولين روس إلى العدالة. مدري народы сильної країни. Завершився 17-й день війни. Війни за право бути вільними, за право жити на своїй землі так, як цього хочемо ми, українці, а не так, як це придумали за нас і проти нас, проти нашого єства, проти нашого
характеру. Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу. Вони тримаються тільки на насильстві, тільки на терорі, тільки на зброї, якої у них багато. Але в окупантів немає жодної природньої основи для нормального життя, для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним. Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю мрії неможливі. Тільки дуже тяжка боротьба за виживання. ميدانيا صور بالأقمار الصناعية أظهرت حجم الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبل خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبيّنت الصور تعرض المباني والأحياء السكنية في المدينة إلى قصف روسي عنيف. Ребенка не водите больше, только сами. Зашибись. Дальше сами. А? Если теплое, то не надо вытирать. Сделай какие-то минуты. Проходите. Пришли к брату. Все пришли к брату. يسكن الصغير رغم الضجيج فيما ترثي أمه ما بقي من أطلال مدينتها. ماريوبول اسم يتردد يومياً منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بعد أن ارتبطت المدينة بكل المساوئ التي قد تخلفها الحرب لدرجة جعلت المجتمع الدولي يصف الوضع فيها بالميؤوس منه. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الحصار المفروض على المدينة ينبغي أن ينتهي قبل أن تقع مأساة لا يمكن تصورها. وتعاني المدينة من نقص المواد الغذائية والصحية ووسائل التدفئة مع استمرار البرد القارس. وتقدر السلطات المحلية أن عدد القتلى في المدينة بلغ 1207 قتلى وهي حصيلة مرشحة للزيادة. سلطات المدينة من الجانب الأوكراني تقول إن الوضع لا يمكن أن يوصف بغير الفظاعة. The situation is awful. Russian army continues to do air strikes, air bombing, artillery shelling. And their troops are behind the city, and in some districts of the city we have war, street battles. So as you understand, the humanitarian situation decreases hour by hour, second by second. بالنسبة للانفصاليين المدعومين من روسيا، تعد ماريوبول النقطة الأكثر سخونة في المنطقة، فيؤكدون استمرار الهجوم على المدينة حتى يتم تحريرها ممن يصفونهم بكتائب المتعصبين. ونبقى في التحليل، وينضم إلينا من الكويت الدبلوماسي الأوكراني إيفان سيهيدا. مرحبا بك سيد إيفان. نبدأ من التطورات الخاصة بما أثير من جدل حول العرض الإسرائيلي. مصادر تنفي أن تكون إسرائيل قد طلبت من زيلنسكي التنازل والاستسلام، ومصادر أوكرانية تقول أنه عرض عليه هذا الأمر. ما هي الإجابة الحقيقية؟ نعم، هذا الخبر كان منشور في واحد من الصحف في أوروبا، وتم نفيه من طرف السلطات الأوكرانية في نفس اليوم. نفى كما أتذكر أظن مستشار الرئيس،
وأيضا هناك من الجهتين، من الجهة الأوكرانية الرسمية ومن الجهة الإسرائيلية الرسمية، هناك نفوا هذه المعلومات، ولكن المعلومات منشورة في الصحف، وربما الآن حاليا كثير من الفيك نيوز من أجل تخريب المفاوضات وتخريب الأوضاع بشكل عام. تخريب المفاوضات، أنت لا تعتقد أنه سيكون هناك مطلب روسي بخروج زيلينسكي من السلطة؟ لا تتوقع أن تطرح روسيا هذا الأمر؟ هي قد طرحت هذا الأمر، يعني إزالة النازية، يعني حسب ما تقول روسيا يجب تغيير الحكومة في أوكرانيا، وهذا شيء يعني ما في عندنا نازية والحكومة مشروعة، وبالرغم على التصريحات الأخيرة أن روسيا تعترف بالحكومة في أوكرانيا كحكومة شرعية لأوكرانية للتفاوض معها، لكن الهدف الروسي تغيير النظام في أوكرانيا واحتلال أوكرانيا، وهو الحرب من أجل البقاء أوكرانيا والندافع عن أنفسنا. وبالطبع الآن حتى ممكن نتحدث عن إزالة البوتينية من روسيا، لأنه النظام الروسي هو الذي سبب كل هذه الخسائر، والخاسر الأكبر بالطبع هو أوكرانيا وشعب روسيا. إزالة البوتينية تقصد من يدعمون بوتين؟ أريد نعم. أن أتأكد ماذا سمعت. البوتينية، نعم، يعني حكومة بوتين ورئاسة بوتين وبوتين نفسه الذي بدأ هذا الحرب الإرهابي على أوكرانيا وقصف المدنيين والقتلى والجرحى. نعم، ابقى معي سيد إيفان، لدينا العديد من التطورات التي يمكن أن نناقشها أيضا من الجانب الأوكراني، واسمح لنا أن ينضم إلينا من موسكو الكاتب السياسي بسام البني. مرحبا بك سيد بسام. هل بالفعل يمكن أن يكون تخلي زيلينسكي عن السلطة مطلب روسي أساسي، أم أن روسيا يمكن أن تكون مرنة في مسألة بقاء زيلينسكي في السلطة؟ يعني بكل تأكيد طالما أن روسيا تعترف بشرعية زيلينسكي، إذن هي مع أن يبقى، ولكن أن يبقى بشروط أن يكافح النازية ويساعد روسيا على اجتثاث النازية من أوكرانيا. ولكن السيد إيفان الدبلوماسي يقول لك ليست هناك نازية في أوكرانيا، وربما هناك ما يمكن أو ما أطلق عليه بوتينية في المكون السياسي الأوكراني يجب التخلص منها. يعني موضوع البوتينية وحكم بوتين وقلب الحكم في روسيا، هذا مشروع غربي قديم جديد. من يوم يعرف الغرب أن روسيا لا يمكن هزيمتها من الخارج، بينما يمكن هزيمتها من الداخل. لذلك يركزون على الداخل الروسي على أمل، ويراهنون على أمل أن يكون هناك زعزعة للاستقرار الداخلي في روسيا. أما عن وجود النازية من عدمها، أسكر السيد الدبلوماسي الموجود، يعني وأحترم وجوده، أن هناك شوارع سميت باسم ستيبان بندرا في كييف، هناك مشاعل للنازيين الجدد ويحملون على أكتفهم شعار الإس إس، وهو يعرف ماذا يعني الإس إس، وهو شعار النازية أيام الحرب العالمية الثانية التي كان يضعها الألمان على أكتافهم، وقد حملها الخونة من الجانب الأوكراني الذين انضموا بقيادة ستيبان بندرا وشوخويفيتش وغيره إلى الجيش الألماني بخيانة واضحة لبلدهم الاتحاد طيب. السوفيتي. بعيدا عن هذا الإطار التاريخي للأزمة سيد بسام، تعلم أن هناك جانب يسير موازي للعمليات العسكرية، وهي محاولة أطراف إقليمية ودولية لفكرة الوساطة. حتى اللحظة سقف المطالب الروسية مرتفعا وكذلك الأوكرانية، وهذا عادت المفاوضات في بدايتها، لكن ما هو السقف الحقيقي الذي يمكن التفاوض عليه سيد بسام؟ السقف الحقيقي هو الاعتراف، برأيي أنا هكذا أرى يعني وأقرأ السياسة الروسية، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان التي اعترفت بهما روسيا، وكان لدى أوكرانيا 7.5 سنوات للحفاظ على هذان الإقليمان ضمن السيادة الأوكرانية، ولكن بشروط اتفاقيات مينسك، لكنها أصرت على تجاهل هذه الاتفاقيات. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نسيان بشكل تام موضوع شبه جزيرة القرم، لكن أوكرانيا لا تستطيع، ويقولون أننا سنحرر شبه جزيرة القرم بالقوة، وسنحرر الدونباس، وسنزيل بوتين. يعني أنا باعتقادي الشخصي هذا ترف كبير لا يملكه الأوكرانيون حتى يقولوا.
رغم كل الدعم الأوروبي وكل دعم الناتو الذي يقول نحن لن ندخل الحرب ونحارب سنحارب روسيا حتى آخر مواطن وجندي أوكراني. طيب نستطيع أن نمسك نقطة في هذا الحوار لننقلها إلى السيد إيفان. سيد إيفان، استمعت إلى ما قاله سيد بسام، هو يقول أن هناك أساسيات ستكون في هذه المفاوضات إذا ما تقدمنا إلى الأمام، مسألة الاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم والإقليمين الانفصاليين من جديد والوضع الخاص أيضا لدونباس. هل يمكن أن تقبل كهكذا صفقة الحكومة الأوكرانية؟ وهذه الإملاءات مرفوضة تماما، وبالفعل نحن نعتبر شبه جزيرة القرم ومناطق لوهانسك ومناطق ومنطقة دونيتسك هي مناطق محتلة مؤقتا من طرف روسيا، وبدأت هذا من 2014، وأن كذلك نحن نسمع قصص تاريخية مزيفة، وهذا ليس له أي أساس من صحة بخصوص النازية أو بخصوص الحق التاريخي لروسيا على أي أراضي الأوكرانية. ونحن حقيقة كل مرة روسيا تتهم الغرب في مشاكل الموجودة عندها، ولكن روسيا تحارب أوكرانيا وفي الأراضي الأوكرانية ومع الجيش الأوكراني، وكذلك هي بدأت هذا الحرب. طب هل يمكن أن تكون هناك بعض الحلول العملية والدولية لهذه المناطق، مثلا أن تشكل لجنة تحقيق دولية لاستكشاف حقيقة ما حدث في دونباس؟ هل بالفعل مارس نظام زيلينسكي اضطهاد وتطهير ضد الروس في هذا الإقليم؟ أيضا مسألة إجراء استفتاءات شعبية لأخذ رأي المواطنين في المستقبل الخاص بهم، هل يمكن أن تقبل أوكرانيا بهذه الصيغ الدولية؟ في الحقيقة كل هذه الاستفسارات من طرف الاستفتاءات في المناطق المحتلة فهي مكتوبة مسبقا على الأوراق من أجل تبرير الهجوم الروسي على هذه المناطق، وبالطبع لا نعترف بها ولا أحد يوافق على هذه الشروط. وأنتم كما تعرفون الآن كيف الآن المقاومة شرسة من طرف الشعب الأوكراني في كل المدن ولا يمكن إرهامهم. ولكن ماذا ستفعلون سيد إيفان إذا ما تم القضاء تماما؟ نلاحظ الآن أن هناك استهداف للمطارات المدنية والعسكرية، وبالتالي قد تكون هناك صعوبة خلال الأيام القادمة في وصول الإمداد العسكري والإنساني لكم. هل لديكم طرق أخرى يمكن من خلالها دخول الأسلحة والإمداد لديكم في أوكرانيا؟ لا، ما عندنا أي مخرج آخر إلا المقاومة والقتال، وأبي موجود في مدينة كييف وأنا موجود من مدينة إيربين الذي أصبح مشهورا، وبخصوص تدمير المطارات والبنية التحتية، ونحن كذلك سمعنا الأخبار من طرف الدعاية الروسية منذ يوم الثاني من هذا الحرب أن 90% من البنية التحتية مدمرة. وصحيح أن البنية التحتية تضررت كثيرا، ولكن نحن ولو دمرت كييف نحن لن نستسلم أبدا للإملاءات الروسية. نعم، هذا هو الرد سيد بسام من السيد إيفان. هل ما زلنا بعيدين بالفعل عن أي حلول وسطى وأن الخيار العسكري سيبقى الأخير في الحسم؟ وهل ستستطيع روسيا الحسم بالفعل؟ يعني روسيا مذاهبة حتى النهاية، لا تملك طرف أن تهزم في هذه المعركة، لأنها الرهان هو على مستقبل أوروبا كامل ومستقبل العالم بشكل كامل والنظام الدولي الجديد. أنا يعني أتمنى من السيد إيفان أن يوصل لقيادته وهو دبلوماسي، يعني أن شعبين في دولة، يعني دولتين، شعب واحد في دولتين، الأولى لهم أن يتفقان وأن يجدوا صيغة مشتركة، لأن هذه الحرب المستفيد الأكبر منها هو الأمريكي والإنجليزي، وهناك يعني ضرر للقارة الأوروبية وللروس بشكل خاص وللأوكران أنفسهم. يعني نحن هنا في روسيا تقطع قلبنا عندما نشاهد الضحايا الأوكرانيين، ولكن الغرب يريد أن يحارب بيد أوكرانية روسيا، واليوم روسيا تعتبر نفسها أنها في مواجهة مع الناتو بالوكالة. إذا رجع زيلينسكي إلى رشده وهو الإنسان المشهور هنا في روسيا والفنان الرائع السابق واليوم رئيس، يعني إذا رجع إلى قناعاته الشخصية أعتقد أن هذا سيؤدي
سيوفر حقنا للدماء، لأن روسيا لا يمكنها التراجع. طب لنستمع إلى رد سيد إيفان على هذا الطرح. سيد إيفان يقول لك يمكن لزيلينسكي أن يجنب شعبه هذه المواجهة إذا قبل بهذه الشروط حتى لا يتم استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة ما بين الغرب وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى. نعم، كما ذكرنا روسيا دائما تقول أنها تحارب الناتو، ولكن الحرب في الأراضي الأوكرانية مع أوكرانيا، وكذلك بخصوص الشعب الواحد. بالطبع الشعب الأوكراني يختلف كثيرا عن الشعب الروسي، وعندنا حق في اختيار رئيسنا واختيار حكومتنا، ولكن في روسيا نحن نرى التاريخ 5 سنة بقي في السلطة نفس الرئيس، ومع هذه التقليل الحرية الصحافة وكل هذه الدكتاتورية فيتمكنون من مواصلة، وإذا شعب مختلف. ونحن وبخصوص كذلك المفاوضات، عفوا، بخصوص المشاكل الروسية، روسيا دائما تشير بالإصبع إلى الغرب، ولكن السبب لفقر الشعب الروسي والآن اندهار الاقتصاد الروسي فهو رئاسة روسيا بوتين الذي بدأ هذا الحرب. طيب، هناك من يرى حتى مع تعاطفه للمعاناة التي يتعرض لها الأوكرانيين، إلا أن البعض يقول أنه كان نتيجة الوضع الجغرافي الصعب لأوكرانيا من الأفضل للنظام السياسي فيها أن يتحلى بالحياد، لا يتجه نحو الغرب بهذه الصورة التي أقلقت بوتين بشكل كبير، باعتبار أن الأمر يمس أمنه القومي. بماذا تردون على هذا الأمر؟ كانت أوكرانيا حيادية قبل 2014، ولكن روسيا نفسها دفعتنا إلى الناتو، لأن نحن لو أصبحت أوكرانيا عضو في الناتو، لو لا تتجرأ روسيا على هجوم الوحشي على أوكرانيا، وبهذا السبب. ولكن هل خدعكم الناتو وعدكم بمسألة الانضمام ولم تنضموا؟ ولكن في الحقيقة أننا نرى كذلك الرد من طرف ناتو. ناتو لا تريد تواجه روسيا، وأوكرانيا كذلك لا تريد تواجه روسيا، ولكن نحن مجبرين على ذلك. وفي ناتو هناك بعض الدول التي تعارض، أو ممكن نقول لا تسرع في انضمام أوكرانيا إليها. ولكن انضمام أوكرانيا إلى ناتو ليس ذريعة للدخول، يعني هي فقط ذريعة خيالية للدخول للهجوم على أوكرانيا، لأن الذريعة أخرى هي إيجاد الاتحاد السوفيتي رقم 2. نعم، السيد إيفان سيهيديا الدبلوماسي الأوكراني من الكويت، شكرا لك، والشكر موصول أيضا للكاتب السياسي بسام البني من موسكو. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها إن هناك حالة من عدم اليقين الاستراتيجي لدى القيادة العسكرية الروسية، وأن المقاومة التي أظهرتها القوات الأوكرانية أعاقت الأهداف العملياتية لروسيا. وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من احتمال كبير لمشاركة مباشرة من القوات المسلحة لبيلاروسيا ضد أوكرانيا، وأكدت أن القوات الروسية تواصل محاولة اقتحام مدينة ماريوبل. في الأثناء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن السلطات الأوكرانية أبلغته بسعي موسكو للسيطرة الكاملة والدائمة على محطة زابروجيا. جروسي نقل عن جانب آخر من شركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية نقل النفي، وقالت إن الموظفين الأوكرانيين هم من يقومون بالإدارة والتشغيل في محطتي تشيرنوبل وزابروجيا، بينما يقدم الخبراء الروس مساعدة استشارية. أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية عودة حوالي 220 ألف أوكراني إلى بلادهم للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقا للدائرة، فقد وصل أكثر من 18 ألف مواطن خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت أن العائدين معظمهم رجال يخططون للدفاع عن مستقبل بلادهم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الموافقة على تقديم 200 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني. وأضاف بلينكين عبر تغريدة على تويتر أن إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا تخطى 1.2 مليار دولار منذ يناير 2021.
كان البيت الأبيض قد كشف قبل ذلك عن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، وستشمل مساعدات عسكرية فورية بينها أسلحة مضادة للدروع، أنظمة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة. وتأتي المساعدات ضمن برنامج الدعم الأمريكي لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة القوات الروسية. ينظم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا الاثنين قمة مع زعماء من البلدان الاسكندنافية ودول البلطيق جيران روسيا على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة. حلف الناتو أعلن عن إطلاق مناورات واسعة النطاق في النرويج، ينتظر أن تبدأ أيضا غدا الاثنين، وذلك لاختبار قدرة قواته في الدفاع عن بلد عضو في الناتو يتعرض لعدوان خارجي. وتشارك في المناورات قوات متعددة تضم طائرات مقاتلة وبارجات بحرية من 27 دولة بهدف تعزيز الجيوش الغربية للقتال في الظروف الصعبة برا وبحرا وجوا. أفاد صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة تبحث إمكانية إمداد حليفتها أوكرانيا بأسلحة متطورة. من المفارقات أن المنظومات الروسية توجد على رأس القائمة. من بين خيارات الأسلحة التي تبحث الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها، برزت منظومات السلاح الروسي المنتشرة في أوروبا الشرقية، وفي حين يناشد بعض المشرعين الأمريكيين إدارتهم بتزويد كييف بأسلحة أمريكية الصنع مثل صواريخ ستينجر المضادة للطائرات والتي يمكن حملها على الكتف، وصواريخ جافلين المتطورة المضادة للدروع، رأى مشرعون آخرون أنه في حال أوكرانيا فإن الأسلحة الروسية ستكون أكثر نجاعة، فالقوات الأوكرانية نشأت وتدربت على أسلحة سوفيتية أو روسية الصنع، لا سيما نظام صواريخ أرض جو S-300 التي تمتلكها تشيك، حيث تجرى محادثات لتقديمها إلى كييف ومنصات الدفاع الجوي بوك التي استخدمها الانفصاليون الموالون لموسكو في إسقاط طائرة مدنية كانت تحلق فوق شرق أوكرانيا عام 2014. وهناك أيضا مقاتلات سوخوي سو-25 الروسية التي تستخدمها بلغاريا حليفة الولايات المتحدة وعضو حلف الناتو. الولايات المتحدة لم تبذل جهوداً كافية لنقل طائرات ميك-29 لأوكرانيا خشية اتهامها بالتدخل والتصعيد، ولكن وبينما تثبت روسيا هيمنتها على سماء المعركة وعلى الأرض، يعلو صوت المشرعين الأمريكيين في وجه الرئيس بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة ومحاربة روسيا بسلاحها في أوكرانيا. ومتابعة للتطورات الميدانية، قالت السلطات الأوكرانية إن ضربة جوية تستهدف قاعدة جوية قرب الحدود مع بولندا، موضحة أن القاعدة الجوية المستهدفة تقع في محيط مدينة ليفيف، فيما ذكرت الإدارة العسكرية في ليفيف أنه تم إطلاق 8 صواريخ على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. على الصعيد السياسي، أعلنت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أوليف شولتز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنت أن لا رغبة لروسيا بوقف الحرب في أوكرانيا حتى الآن. وأضاف قصر إليزي أن مفاوضات روسيا مع أوكرانيا بعيدة في الوقت الراهن، مؤكدا أن ماكرون طالب بوتين بوقف انتهاكات الجيش الروسي في أوكرانيا.
وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فتح باب التطوع أمام المقاتلين الأجانب، طفت إلى السطح مخاوف بشدة تعقد الوضع في أوكرانيا. فما هي مخاطر وتداعيات دخول المرتزقة ساحة الحرب في أوكرانيا؟ سؤال نحاول الإجابة عليه. حرب بالإنابة أم محاولة لقلب المعادلة؟ تبقى مسألة تجنيد المقاتلين الأجانب المعضلة الأخطر في الحرب الروسية الأوكرانية. أوكرانيا سبقت روسيا بخطوة نحو تجنيد الأجانب إلى صفوفها. الآلاف منهم من جنسيات غربية متعددة بدأوا بالتوافد للأراضي الأوكرانية للقتال ضمن ما يعرف بالفيلق الدولي ضد القوات الروسية، فضلاً عن معلومات بتجنيد مرتزقة محترفين. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سبق أن أعلن ثالث أيام الحرب رغبة بلاده باستقطاب المتطوعين للقتال، ليعلن بعدها بدء توافدهم بنحو 16 ألف متطوع يمثلون الدفعة الأولى من المقاتلين الأجانب، فيما قال وزير خارجيته ديميترو كوليبا إن عدد المتطوعين بلغ حتى الآن 20 ألفاً من 52 دولة، معظمهم ينحدرون من أوروبا. وفي روسيا بدأ السيناريو ذاته مؤخراً بعدما أعلن الكرملين أنه سيسمح للمتطوعين الأجانب بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب. الرئيس الروسي فتح الباب أمام تدفق 16 ألف متطوع من روسيا ومن خارجها، وبينما لم تحدد من الدول التي جاء منها المتطوعون، اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا بتجنيد مقاتلين سوريين وأجانب آخرين. وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب يتوقع أن تكون له تداعيات مستقبلية تخص الحرب ذاتها والأمن الدولي، وينبئ بمنحنى خطير. عدة منظمات دولية كثفت من تحذيراتها، خاصة وأن هذه التجربة تعيد للأذهان قصة داعش في سوريا وتمدده لبلدان أخرى. وكذلك الأمر بالنسبة لما شهدته أفغانستان إبان الحكم السوفيتي، ما يثير مخاوف من أن تكون روسيا وأوكرانيا بوابة عبور الجماعات المقاتلة إلى أوروبا. روان حمزة، العربية. President Putin wants less NATO on Russia's borders. He is getting more NATO. اتهم نائب رئيس الوزراء الأوكراني القوات الروسية بعرقلة عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبل جنوب البلاد، وقال إليكسي ريزينيكوف إنه تم إجلاء حوالي 13 ألف شخص خلال اليوم الماضي من مختلف المدن الأوكرانية باستثناء ماريوبل التي فشلت عمليات الإجلاء منها. وينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور خطار. نحن نجد محاور جديدة للقتال تتسع في مناطق عديدة في أوكرانيا، ما الذي يعنيه هذا الأمر خاصة مع حرص القوات الروسية على ضرب المطارات لوقف الإمداد العسكري لأوكرانيا؟ تحياتي لك ولفريق العمل في العربية، لكل من يشاهدنا ويتابعنا. مع الأسبوع الثالث هناك إذن إصرار على استمرار الحرب من قبل الرئيس بوتين، أبلغ ذلك إلى كل من ماكرون الرئيس الفرنسي وشولتز المستشار الألماني. لا شيء يوحي
بأن روسيا يمكن أن توقف الحرب قبل تحقيق على الأقل بعض أهدافها الرئيسية. البعض تصور أن الجيش الروسي أخذ يغرق في مستنقع أوكراني، بالطبع لم تكن العملية خاطفة، تبين صعوبات كبيرة أمامها، لكن عندما ننظر إلى المساحة الجغرافية التي يعمل بها الجيش الروسي أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع، ولهذا نجد محاور جديدة، محاولات لمنع الإمداد، قوات أوكرانية مجهزة، وأيضا لا يتبع الجيش الروسي نظرية تدمير المدن كما حصل في غروزني من قبل. كل هذا دكتور يجعل قوات روسية صعبة. قوات روسية نعم. مدربة نعم، ولكن في نهاية المطاف ظن الرئيس فلاديمير بوتين أنه في بعض مناطق أوكرانيا على الأقل في الشرق سيستقبل الجيش الروسي بالورود، هذا لم يحصل. إذن كان هناك مفاجأة من هذا النوع، وهذا الدعم الغربي الكبير، هذا الإمداد الكبير، ولكن نحن الآن يتجه غربا أيضا دكتور، وربما هذا البعض يراه البعض مفاجئا. أنا برأيي أصلا نحن لا يعني الحرب دوما نعلم كيف تبدأ، لا نعلم كيف ستنتهي. كنا نظن أن الرئيس الروسي سيحصر العملية الخاصة كما سماها في الجمهوريتين الانفصاليتين في دونتسك ولوغانسك، ولكنه أصر على ما يبدو ويصر ويحاصر كييف. الآن يتجه نحو الغرب قريبا من الحدود البولندية والألمانية وغيرها، يحاول إذن منع العمق الأوكراني من إسناد الشرق والجنوب الأوكراني. نحن أمام إذن، ولكن أليس ذلك احتكاكا مباشرا دكتور خطار بحدود أوروبية؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى انجرار الناتو في هذه المواجهات؟ يعني حتى اللحظة الناتو تجنب إرسال طائرات مقاتلة ليتجنب الاحتكاك، تجنب فرض منطقة حظر جوي وتجنب الاحتكاك. رئيس الأركان الأمريكي أتى إلى مطار سري قرب بولندا ونظم عملية إدخال العتاد إلى أوكرانيا. الغرب يحاول بأساليب معينة، ليس بالضروري عبر الجو، ربما عبر البر، إدخال ما يجب إدخاله، لكن بالطبع خطر الاحتكاك وارد إذا تعرضت قافلة إمداد أو عملية إمداد أطلسية أو أوروبية لقصف روسي وسقط جنود من هذه القوى، عند ذلك يمكن للانزلاق أن يتم. كل المسألة في أوكرانيا حذرة، نحن أمام مجابهة عالمية بأدوات معينة، ولكنها تتطور دون ضبط، ليس هناك من قواعد لضبط العملية. طيب دكتور، يعني ماكرون يؤكد مجددا أن بوتين عازم على استكمال العملية العسكرية في أوكرانيا، هل هذا يعني أن المسارات السياسية لن تفتح إلا بعد حسم عسكري من وجهة نظر بوتين؟ أعتقد أن الحسم العسكري الكامل أو نصر واضح لفريق معين خاصة الفريق الروسي صعب. يمكن أن يحصل كما قلت تحقيق لبعض الأهداف، إنجاز عسكري ما في الشمال الشرقي، بعض الجنوب وحول كييف. أوكرانيا كبيرة، يعني هي ثاني بلد كبير في أوروبا، نعم. ولذلك من الصعب هضم أو احتلال كل أوكرانيا. سيتوقف في لحظة ما السيد بوتين، الضغط عليه كبير جداً، لأن خطر الانزلاق أيضا في صراع مع حلف شمال الأطلسي. ولكن البعض يرى أن حتى إذا توقف فإن سيناريو تقسيم أوكرانيا سيقع. هذا كله افتراضات حتى الآن، لم نكن بالفعل، التاريخ غالبا هو ما هو غير متوقع. يعني لا يمكن، مثلا في الماضي تم قبول تقسيم ألمانيا الشرقية وغربية، لكن كانت ألمانيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت بعيدة عن الاتحاد السوفيتي من الناحية الجغرافية، لم تكن على خط تماس. الآن من دون حل سياسي، ربما يتم تقسيم إداري وأشكال معينة جديدة في أوكرانيا، لكن مع هذا الطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي ومع كل هذا الدعم الذي تلقته أوكرانيا وهذا التعاطف، سيبقى هناك كيان أوكراني موحد. أصلاً القرم اقتطعت منه، ربما الجمهوريات الانفصالية
تقطع منها أو تضم إليه بأسلوب آخر، يجب أن يكون هناك وصفة معينة. الأهم من هذا هو حياد أوكرانيا. هل سيقبل الغرب أن تكون أوكرانيا محايدة بالقرب من روسيا؟ هل ستقبل هذا روسيا؟ سؤال مهم دكتور، هذا سؤال وهل مهم. ستقبل روسيا استقلال أوكرانيا واحترام سيادتها؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية للمرحلة المقبلة. وهو صراع ممتد على ما يبدو. دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية من بيروت، تحياتي دكتور. وأمام هذا الوضع أعلن قصر إليزي أيضا عن عقوبات فرنسية جديدة سيتم فرضها على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأشار إليزي إلى أن تلك العقوبات ستكون تاريخية وتشبه تلك المفروضة على إيران، وأضاف أن الغرب سيجعل كلفة الحرب باهظة على روسيا التي ستوضع على هامش الأسرة الدولية كما حصل مع كوريا الشمالية ونظام الأسد في سوريا. هذا ومع سيطرة القوات الانفصالية على مدينة فولونوفاخا شرق أوكرانيا بعد انسحاب القوات الأوكرانية، يعيش سكان هذه المدينة صدمة الحرب والخسارة. نتابع. حتى دور العبادة ومنازل السكان البسيطة لم تسلم من القصف الروسي، يقول السكان هنا في فولونوفاخا بإقليم الدونباس شرق أوكرانيا. الأهالي هم رواة القصة، قصة الدمار والخسائر التي لحقت بمدينتهم بعد 16 يوما من بدء الحرب. ليست إيرينا وحدها التي عانت في المدينة التي انسحبت منها القوات الأوكرانية، فالكثير منهم تركوا قصصا عن ضحايا سقطوا وعجزوا عن إنقاذهم كوالدة إيرينا. بعضهم حرموا من أسقف المنازل والدفء في الشتاء، فاضطروا لإشعالها بين الثلوج والأنقاض آملين الدفء الذي لم يأتي من حرارة نيران البنادق. على يقين أن أوكرانيا بعد 24 من فبراير حتماً ليست كما كانت سابقاً، فمصير هذه المدينة أقرب إلى المجهول. وحتى حين تفكر هذه السيدة بالمصير المجهول وتروي للعالم قصة الحرب التي خسر بها البعض أقاربهم بثوان كانت أسرع من صوت الانفجار. некоторые районы вообще нет домов. У нас уже город практически в руинах. Ну как бы мы с ребенком уже оставаться, ну просто на улицу нельзя выходить, да, там хлеб купить невозможно. И ну очень-очень страшно, потому что многие люди без жилья. У меня родственники остались без жилья. Прямо бомбой вот дом вот так всю квартиру разнесло, люди на улице просто. Вообще приехали из Донецкой области, спасали детей. Спасались сами, потому что не знают, что будет дальше в Украине. Один не страшно, на самом деле. Я уже как бы сам путешествовал. Но за семью страшно. У меня мама в Харькове, а папа, он дальнобойщик. И он был в рейсе в Киеве, и сейчас там в теробороне находится. Короче, непонятно. И резко на связь уходит. Вот это страшно больше всего. И есть такой как бы осадок на душе, что как бы я выехал, а там люди остались. أعلن موقع إيباي الأمريكي للتجارة الإلكترونية تعليق جميع المعاملات التي تتضمن عناوين روسية بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب ما نقلت شبكة CNBC وفقا للمتحدث باسم الموقع. وأضاف المتحدث باسم الموقع أن الموقع اتخذ عددا من الإجراءات لدعم المستهلكين والبائعين في أوكرانيا، بما في ذلك التنازل عن رسوم البائع وحماية البائعين من غرامات تأخر شحن المنتجات. موقع إيباي أعلن أيضا إزالة جميع المنتجات المتعلقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وقرر البنك المركزي الروسي تمديد تعليق عمل بورصة موسكو حتى 18 من مارس في قسم سوق الأوراق المالية. وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الرسمي إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 إلى 18 من مارس في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية، مضيفا أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم استئناف التداول اعتبارا من 21 من مارس الجاري سيعلن في وقت لاحق.
أعلن ديمتري بوليونيسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العقوبات الغربية ضد موسكو لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا، واعتبر أن رحيل الشركات الأوروبية والأمريكية سيؤدي لخسارة حصتها في السوق الروسية. والآن ننتقل إلى الزميل ناصر الطيبي وآخر المستجدات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية. شكرا رشا، صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في الفقرة التي أيضا فيها نحضر لافتتاح سوق الأسهم السعودية. قبل ذلك نشير إلى الأسبوع الذي مضى والذي كان الأكبر من حيث التقلبات السعرية الأسبوعية لأسعار النفط منذ أكثر من 20 عاما. خام برنت الذي أنهى التداولات على انخفاض بأربع ونصف النقطة المئوية على مدار الأسبوع، أنهى فوق مستويات 112 دولارا، كان قد وصل إلى أعلى مستويات طبعا قرب 140 دولار للبرميل، قادما من مستويات قريبة من 100 دولار، نتحدث عن حوالي 30 دولار من التقلبات السعرية لسعر برنت على مدار الأسبوع الماضي. نايمكس أيضا على مدار تداولات جلسات الخمس جلسات الماضية انخفض ب 5.5 النقطة المئوية، في حين أسعار الذهب التي ارتفعت إلى مستويات قياسية عند 2050 دولار للأونصة تقريبا عادت لتنخفض وتنهي التداولات دون عتبة 2000 دولار للأونصة. أما بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية فقد أنهت أيضا تقلبات أسبوعية حادة على انخفاض بحوالي 3% للأس أند بي 500 وبقيادة أسهم التكنولوجيا الناسداك كومبوزيت على انخفاض أيضا ب3.5 النقطة المئوية ما بين جلسات حمراء وجلسات خضراء، يشير إلى حدة التوتر والتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية على مدار الأسبوع الماضي جراء طبعا التطورات الأخيرة في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها وأثارها الاقتصادية. نذكر هنا مشاهدينا إلى أنه اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء هذا اجتماع مفصلي لأنه سيكون فيه أول رفعة لنسبة الفائدة، التوقعات الآن برفعة ب 25 نقطة أساس. الأزمة الأوكرانية خففت التوقعات بشكل كبير من أنه سيقوم أو سيقدم الفيدرالي على رفعة ب 50 نقطة أساس. الدولار كان قد شهد ثبات على مدار الأسبوع بعد الارتفاعات القوية التي شهدناها مطلع الأسبوع. سريعا بالنسبة لأسواق المنطقة، الأسبوع الماضي كان متباينا من حيث الأداء، بعض التراجعات على الأسهم الإماراتية، ارتفاعات في الكويت. أما بالنسبة للسوق الأسهم السعودية فكنا قد شهدنا أيضا بعض التراجع الطفيف ب0.3 النقطة المئوية. أما في أخبار السوق السعودية نبدأ من سبكم والتي أعلنت عن انتهاء أعمال الصيانة المجدولة لمصانع شركة الواحة للبتروكيماويات ومصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات سمابكو. نشير هنا أيضا إلى نتائج السنوية لشركة علم، نمو الأرباح بواقع 85%، نتحدث هنا عن الأرباح السنوية إلى حوالي 570 مليون ريال، مع الإشارة أن هذا الارتفاع في الأرباح صاحبه أيضا ارتفاع في الخسائر الائتمانية المتوقعة التي ارتفعت إلى 55 مليون ريال. أيضا على صعيد النتائج السنوية للشركات السعودية المدرجة، نماء للكيماويات تتحول إلى الربحية في السنة المالية الماضية لتسجل أرباح بحوالي 27 مليون ريال، والتحول للربحية ساعده وسانده ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية لشركة نماء للكيماويات. على صعيد الاكتتابات، شركة وصيدليات النهدي كنا قد شهدنا اكتتاب والبوك بيلدينج للشركات في هذا الاكتتاب. السعر النهائي للطرح العام تم تحديده عند 131 ريال للسهم. تغطية الشركات تغطت بأكثر من 59 مرة. ينطلق اليوم اكتتاب الأفراد عند سعر 131 ريال ويستمر حتى يوم الثلاثاء، وهذا طبعا اكتتاب مهم جدا للسوق من حيث القيمة السوقية.
أيضا نشير مشاهدينا بأنه المحادثات للاندماج بين طيبة التي كانت قد ارتفعت بخمسة ونصف النقطة المئوية منذ مطلع السنة، وأيضا بين الطرف الآخر في هذه المفاوضات للاندماج نلقي الضوء عليها كذلك، طيبة ارتفاع بخمسة ونصف النقطة المئوية وشركة دور أيضا ارتفاعات بثلاثة عشر في المئة، إنهاء إذن المحادثات بشأن هذا الاندماج الذي كان محتملا. هذه كل أخبارنا حتى هذه اللحظة مشاهدينا، وسنوافيكم بافتتاح السوق السعودية بعد دقائق من الآن، ولكن عودة الآن إلى رشا لنواصل معها بقية النشرة. شكرا لزميلي ناصر. على صعيد التصريحات السياسية أيضا، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المساعدة لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا من خلال عدم الاعتماد على الطاقة الروسية، وقال لمؤيديه في تجمع حاشد في ساوث كارولينا أنه يعتقد أن الصراع الحالي يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة. وقال ترامب أنه لا يتوقع أن يتوقف بوتين، مشيرا إلى أن الأمر سيزداد سوءا. وإلى مجموعة من الأخبار المحلية والدولية، كشف مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل الهجوم الصاروخي على أربيل العراقية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن إيران هي مصدر الصواريخ التي استهدفت أربيل، كما أفادوا بسقوط أحد القذائف الصاروخية على بعد كيلومترين من المجمع الجديد للقنصلية الأمريكية في عاصمة إقليم كردستان العراق. وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان شمال العراق قد كشفت بأن 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى أطلق من خارج الحدود الشرقية باتجاه المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل. وقالت الوزارة بأن الصواريخ استهدفت أيضا المناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها. وأوضحت وزارة الداخلية في إقليم كردستان بأن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن أضرار بشرية، وأن الخسائر كانت مادية فقط. هذا ووصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بالاعتداء على أمن وشعب العراق ككل. وأشار الكاظمي في تغريدة له بأن القوات الأمنية ستفتح تحقيقا بالهجوم وستتصدى لأي اعتداء على أمن وسلامة المواطنين. ومن جانبه أدان رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني الهجوم ودعا المواطنين للتحلي بالصبر. وفي جديد كورونا، سجلت السلطات الصحية الصينية نحو 3400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى رقم يومي منذ عامين وأخطر تفشي للفيروس منذ ذلك الوقت. وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في الصين، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية، بينما تم فرض إغلاق جزئي في مدن جيلين الصينية بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس، حيث تم تسجيل 500 إصابة بالمتحور أوميكرون في يوم واحد في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشي محلية للمتحورين أوميكرون ودلتا.